كان نريد أن نرتب هذه المسألة، يعني هناك إدانة موجهة إلى المجتمع الدولي، ولكن يستطيع المجتمع الدولي أن يرد بكل صراحة ويقول أنا داعم لحكومة أتت عن طريق اتفاق سياسي طبقت اتفاق سياسية كبيرة في ليبيا، وهذا الناتج ما يسمى بالمجلس الرئاسي وحكومته لم تطالبنا نحن كبعثة أو نحن كمجلس أمن أو كجهات دولية بأن نتدخل. إذن الحكومة المعترف بها ترى أن الوضع طبيعي لهذه الجرائم، وأن هذه الجرائم هي أمور طبيعية جدا، بل مرحب بها كذلك وتشجع على ممارستها. وكذلك يعني نقول أن الإدانة حقيقة يعني تكون إلى موجهة إلى المجلس الرئاسي لهذا الصمت، وهذه يعني حقيقة يعني هذا الصمت له مبرر معروف وواضح للجميع، لأن هذا المجلس يمارس كل ما يراه هو مناسب وما يحقق له مصلحته، لأنه للأسف الشديد لا يتعرض لأي تنديد ولأي رفض. الشعب ينام في نوم عميق جدا، لا يتحرك، الشعب منتهي ميت للأسف الشديد. يعني لما تشوف العاصمة كيف هي موجودة الآن، كيف قمعت فيها الحرية، كيف اختطف فيها النشطاء، كيف منعت فيها التظاهرات، كيف سلمت المؤسسات إلى سراق ومجرمين، أن نكون واقعين، لا نريد يعني أن نخرج خارج الواقع. حراك لا للتمديد، هذا حراك ذو أجندة سياسية معروف عنه هكذا، وإن تحرك هذا الحراك الآن وبكل أريحية هذا يدل على أن هذا الحراك مدعوم من قبل هذا المجلس، لأننا نعرف جيدا أن المجرمين في ليبيا لا يريدون إلا انتخابات من دون أن يكون هناك دستور. هذا هو المطلب الأساسي، أن ندخل في مراحل انتقالية وانتقالية وهكذا حتى تستمر السرقة والنهب وعدم الاستقرار في ليبيا. ليبيا لن تستقر من غير دستور، وهذا أمر مفروغ منه، ولكن يعني فلنكن مصيبين عندما لا يتحرك الناس على قتل الأطفال والنساء ونبش القبور والتمثيل بالجثث. إذن هؤلاء الناس أموات وليسوا أحياء. لا أعتقد أن هناك إنسان حقيقي، إنسان طبيعي، إنسان سليم لا يرفض ولا يستهجن ولا يعني ولا يتحرك، حتى بالكلمة لا يتكلمون، بالتظاهر لا يتظاهرون، يعني حتى بالأمور السنية لم يرفضوا. لماذا إذن نستغرب صمت المجلس الرئاسي؟ المجلس الرئاسي أسى ليمارس عمله للأسف الشديد الذي اتضح بأنها مؤامرة كاملة على ليبيا ولم يجد أي رفض، إذن يستمر في إجرامه ويستمر في دعمه للإرهاب. هو داعم للإرهاب، هو دائما يقول أنه حفتر جيش وطني، هذه حقيقة. إذن هو مسؤول مسؤولية كاملة على ما يرتكبه حفتر.